برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. ولأننا دايما بنتكلم عن عماد الاقتصاد في أي دولة هي الصناعة، أن أنت يكون عندك صناعة. ولو أنت مش بلد منتج أو بلد مصنع، أكيد أنت هيبقى اقتصادك ده في مشكلة، ومشكلة كبيرة. ودايما اعتمادك هيبقى على استيراد السلع لكن مش على التصنيع، فالاكتفاء الذاتي فالتصدير. فده الاتجاه اللي الدولة بتحاول أنها تاخده في السنوات الأخيرة. ويمكن عشان كده لو حضراتكم شايفين كتير كنا بنحط علامات استفهام ونسأل على الطرق ومشروعات الطرق والبنية التحتية. ليه بنصرف كل الفلوس دي في الطرق؟ ليه بنصرف كل الفلوس دي في البنية التحتية؟ كان الأولى نعمل معرفش إيه. الحقيقة حتى لو حضرتك شايف ان في اتجاهات تانية محتاجة ان احنا نديها او نشتغل عليها، البنية التحتية والطرق كانت من اهم الحاجات اللي بتمهد لانك انت يكون عندك استثمارات، يكون عندك تصنيع، يكون عندك طرق تستوعب وتنفع انها تجذب المستثمرين لنقل البضائع. فالحقيقة الدولة بتشتغل في السنوات الاخيرة بشكل كبير جدا على فكرة تمهيد الارض للصناعة او عودة الصناعة بما يليق بدولة زي مصر. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال في تصريحات لي في زيارته أو في افتتاح مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان. الافتتاح كان بحضور عدد من الوزراء، وكان في إثناء على المصنع. في الفترة الأخيرة رئيس الوزراء زار المصنع أكتر من مرة قبل الافتتاح، زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دي يعني بعض المشاهد أو لقطات من افتتاح المصنع. لكن زي ما بقول حضراتكم، تجربة أو تعاون وشراكات من اللي بتسعى عليها مصر في الفترة الأخيرة مع عدد من الدول المصنعة، اللي احنا الشراكات دي أكيد هيكون الناتج بتاعها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وقال كمان أن الحكومة بتستهدف ثلاث شركات عملاقة، منها شركة هاير وبيكو، والشركة الثالثة هي شركة بوش. وأن في الحاجة اللي تفرح بقى ان جوه المصانع دي اللي بتتفتح وبتصنع حاجات زي ما مصنع بيكو الاجهزه المنزليه بايدي مصريه، انت حضرتك بتستعين بخبرات، بتستعين بشراكات بناحيه استثماريه لكن بعماله مصريه، وهو ده المطلوب. زي ما بتكلم على كاقتصاد او تصنيع او اكتفاء او تصدير، كمان انت بتوفر فرص عمل لعدد كبير جدا من الناس في المصانع دي. ده انا بقول على مصنع واحد، لكن يمكن تصريحات رئيس الوزراء بتقول بتكلم على ثلاث شراكات بثلاث مصانع كبيره جدا بتستوعب عدد كبير من العماله. وفي الاخر يعني حاجة تسعدنا جدا انك انت ترجع تشوف مرة تانية على حاجات كتير حواليك او كل حاجة بتستخدمها صنعة في مصر، لانك انت في الفترة الاخيرة او في السنوات الاخيرة بقينا بنجري ورا مش عارف صنعة فين وصنعة فين وصنعة فين. حلو ان انت تستعين بخبرات ويبقى عندك استثمار وشراكات، لكن الحاجة بتتصنع في بلدك وعلى ارض مصرية وبأيدي عمالة مصرية. هنروح لخبر تاني خاص بالمترو والاشتراكات. يمكن امبارح كنت بنوه على حضراتكم يعني عشان ما ننخدعش كده او ننساق ورا الحاجات اللي بتيجي على السوشيال ميديا او على الفيسبوك الجروب او الصفحه اللي كانت بتقول ان احنا بنعمل اشتراك لمده سنه ومجانا بس بناخد 109 وتطلب منك تدخل الكريدت بتاعك، وكانت عملية نصب يعني. فقلنا ان الاشتراك ده حضرتك بتعمله في الشباك المخصص للاشتراكات، مكتب الاشتراكات، هو ده اللي انت بتروح. اسعار بقى الاشتراكات مفيش حاجة اسمها مجانا، اكرر تاني، الخصم اللي هي للطلبة او للموظفين اللي هيعملوا الاشتراك بيقول بنسبة ممكن توصل ل 88% و 90% لو انت حسبتها من انك انت بتدفع سعر التذكرة وانت رايح جاي على الخط مرة واتنين عشان خاطر مدرسة او شغل او جامعة. يعني اشتراك الطلبة منطقة واحدة لمدة 3 شهور 150 جنيه، منطقتين 3 شهور 200 جنيه، 3 أو 4 مناطق لمدة 3 شهور 250 جنيه، 5 و6 مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 300 جنيه. دي الاشتراكات لمدة 3 شهور بحسب عدد
المناطق. شركة المترو أعلنت كمان عن أسعار التذاكر، بتقول تذكرة منطقة واحدة بعد تمن بعدد 9 محطات 8 جنيه، 16 محطة 10 جنيه، 23 محطة 15 جنيه، 23 أربع مناطق 23 محطة 20 جنيه، تذكرة ذوي الهمم جميع المناطق 23 محطة بقيمة 5 جنيه، ده 5 جنيه ده سعر لذوي الهمم. وقالت كمان إن أسعار الاشتراكات للجمهور والطلبة وجميع الفئات بنفس الأسعار اللي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي، مفيش تغيير، مش هتروح مكتب في مكان وتلاقي سعر في مكان تاني مختلف، حد يقولك لا ده أنا عملت الثلاث شهور بكذا، حضرتك ممكن تدخل على الموقع بتاع هيئة مترو الأنفاق وهتشوف التذاكر أو تروح لغاية مكتب الاشتراكات. نروح بقى لهيئة الأرصاد الجوية والدرجات الحرارة، وأنا شخصيا عندي سؤال، إمتى هيخلص الموجة الحارة؟ نحن بقينا كل يوم دلوقتي نقرأ بيان هيئة الأرصاد الطقس اليوم شديد الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، إمتى هيبقى فيه تحسن في الأجواء؟ دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا دكتور، إحنا تعبنا من الموجة الحارة دي يا دكتور، هتخلص إمتى؟ خلينا نقول خلاص هانت ان شاء الله، الاسبوع اللي جاي هتكون البدايه الرسميه لفصل الخريف وتدريجي نسب الرطوبه هتقل، لان احنا الايام الماضيه كانت قيم درجات الحراره منخفضه لكن نسب الرطوبه اللي كانت موجوده في الجو مش مخلينا نحس ان في انخفاض في قيم درجات الحراره. لكن احنا طيب نشوف درجات الحراره على الشاشه. يا دكتور منار الو، انا اعتذر لحضرتك عشان كان في مشكله في الصوت بس مش سامعين كويس، لكن اكمل مع حضرتك، يعني طمنينا بقى الاجواء الايام اللي جايه هتبقى ايه. احنا خلينا نتكلم من النهارده وبكره وان شاء الله يوم السبت، وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه بنمر بارتفاع في قيم درجات الحراره، يعني عظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 37 درجة مئوية، فبالتالي أجواء شديدة الحرارة. لكن بداية مع يوم الحد اللي جاي والبداية الرسمية كمان لفصل الخريف هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل. يمكن احنا بس هي الفترة دي فترة انتقالية ما بين الصيف والخريف، دايما بيحصل تغير في قيم درجات الحرارة من يوم للتاني، وارتفاع نسب الرطوبة الأيام الماضية هو اللي كان مخلينا حتى رغم ان قيم درجات الحراره كانت منخفضه لكن كنا بنحس بالارتفاع انها اعلى. مظبوط بالظبط. لكن اعتبارا من يوم الحد اللي جاي منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيخلي احساسنا بنسب رطوبه اقل مع كمان قيم درجات حراره منخفضه، فنبدا تدريجيا نحس بالاجواء الخريفيه، لان خلاص زي ما قلنا البدايه الرسميه لفصل الخريف يوم الحد اللي جاي، هنبدا نلاحظ فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بدا يزيد، بعض البروده الخفيفه فترات الليل هنبدا نحسها. كمان احنا يمكن في الهيئه العامه للارصاد الجويه اصدرنا توقعاتنا لفصل الخريف ككل، وده يعتبر موسم السيول والامطار في جمهوريه مصر العربيه، واللي متوقع ان موسم الخريف تكون فيه كميات الامطار اعلى من المعدلات الطبيعيه، كثافه الشبوره المائيه بتزيد في فصل الخريف يعني بتاثر اكثر على الرؤيه الافقيه، فعشان كده فصل الخريف هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. عندنا بس 72 ساعه ارتفاع في قيم درجات الحراره ثم تعود للمعدلات والاجواء الخريفيه ان شاء الله، فمهم بس في الفتره دي في 72 ساعه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط لرياح مثير لبعض الرمال والاتربه في جنوب سيناء شمال الصعيد محافظه الوادي الجديد، لان سرعات رياح في الاماكن دي تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، فبس في الاماكن دي مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه ياخدوا بالهم، نرتدي الكمامات واحنا خارجين وكمان القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق. لكن من بعد يوم الاحد يا دكتور حاج برضو بتقولي رغم انخفاض درجات الحراره لكن فصل الخريف بيبقى فيه تقلبات جويه، فما نديش الامان انه حصل انخفاض وخلاص كده.
احنا عندنا من يوم الاحد طبعا هيحصل اعتدال في قيم درجات الحراره. لكن فصل الخريف النص الاول في فصل الخريف ككل لسه بيكون في بعض سمات فصل الصيف، فهنلاقي بعض الايام بيكون فيها درجات ارتفاع. حراره اعلى من المعدل او الارتفاع. النص الثاني بيبقى اقرب للشتاء، فبنلاقي معظم انخفاض في قيم درجات الحراره. لكن هو بصفه عامه فصل الخريف قيم درجات الحراره فيه ما بتبقاش مرتفعه بالشكل الكبير، تبقى معتدله منخفضه بالظبط، تبقى معتدله، لان هو ربيع جمهوريه مصر العربيه، خاصة ان نسب الرطوبة خلينا ناكد لنا ده هي العامل المهم جدا هتبدا تقل. ولما نسب الرطوبة تبدا تقل حتى لو في ارتفاعات مش هحس بيها بالشكل الكبير. بشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. اعتقد كده ممكن نبقى يعني اطمنا شوية، هنتحمل مع بعض لغاية يوم السبت، احنا خلاص هما يومين درجات الحرارة او الموجة الحارة. وزي ما دكتور منار قالت خلي بالكم بلاش تتعرضوا للشمس بشكل مباشر اليومين دول، ومن يوم الحد هيبقى فيه انخفاض في درجات الحرارة او اعتدال، وكمان معاها انخفاض في نسبة او معدل الرطوبة، ودي حاجة هتساعدنا شوية اننا نتنفس او نحس الجو احسن. عموما فصل الخريف يعني انا شخصيا بالنسبة لي حلو، يعني جميل، لا هو شتاء ولا هو صيف، فده حلو جدا زي الفل. تعالوا نروح بقى لأسعار البيض. وإحنا في الفترة اللي فاتت كانت حصلت زوبعة أو مشكلة، وكان الموضوع اتحول للتحقيق والاستغلال، ولما قلنا إن ممكن يكون الاستغلال من المسؤول أو من الشعبة على إننا نتفق سعر البيض هيبقى بكذا ونتحكم فيه من وهو لسه مخرجش من المزرعة هيتباع بره بكام، ما تبقاش الدولة ماشية في اتجاه ان ازاي نرفع العبء عن الناس ونوفر الحاجات في المجمعات الاستهلاكية باسعار كويسة، والمفروض ان احنا بناخد المعلومة او المساعدة في ازاي نتحكم في الاستغلال بتاع التجار لو ده حصل بره من المسؤول او من الشعبة، وتكون هي اللي بتتصرف كده. لكن الحقيقة الخبر ده بيقول عن اتفاق بين وزارة التموين وزارة الزراعة ومنتجي البيض على ان هيتم طرح طبق البيض بسعر 150 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين. كل المنافذ الثابتة، منافذ البيع اللي حضراتكم عارفينها، المجمعات الاستهلاكية اللي بتاخدوا منها السلع بتاعتكم او بتصرفوا منها البطاقات السلع التموينية، هتلاقوا فيها كرتونة البيض بسعر 150 جنيه. انا السعر ده بقوله للمستهلك، فيعني ده من باب التخفيف برضو على الناس او محاولة للتحكم والسيطرة على اي استغلال ممكن يحصل في الاسواق. فيش اي حاجة لو حضرتك لقيت في اي سوبر ماركت بره قريب منك انت بتجيب منه او مكان تاني، الاغلى ان انت تتعب وتروح مكان انت عارف ان السعر واحد، مش هيبقى فيه من محل لمحل دي ب 180 وده ب 190 وده ب 200 كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة والثابتة ب 150 جنيه. برضو بما ان بنتكلم بقى على موضوع برضو الاسعار، تعالوا نروح للاسعار الخضار. احنا السيزون ده او الموسم ده كل فترة فيها بنلاقي في سلعة خضار او حاجة حصلت ارتفع سعر جنوني ليها، بعدين بنفضل نقول طب الاجواء بتاعه الجو الحر مأثر، الرطوبه مأثره، المزارع عنده مشكله، اسواق الجمله السعر بكذا. فالطماطم دلوقتي برضو حضراتكم دايما بقول انتوا الترمومتر بتاعنا في الشارع وصلت لغايه 30 و35 جنيه سعر القوطه في المحلات او عند بتاع الخضار بره. فتعالوا نشوف كده الدنيا عامله ايه، وهل في استقرار نستناه في الايام اللي جايه؟ ايه السلع اللي ارتفع التاني او الخضار ارتفع تاني غير الطماطم، وامتى الاسعار هتنزل؟ استاذ حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين. استاذ حسين صباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل مشاهديك كل يا مكان. صباح الفل. ايه موضوع الطماطم اللي رجعت تبقى مجنونه تاني 30 و35 جنيه؟ والله طبعا الحقيقه طبعا الموضوع ده كان متوقع، وانا قلت حتى من شهر 7 اللي فات الطماطم كانت ب 10 جنيه، قلت لهم يا جماعه الستات البيوت بالذات تشتروا طماطم وتخزنوا الطماطم السنه دي هتبقى اغلى من المانجا. ده حاجه كانت متوقعه. قلنا في البطاطس في شهر 12 يا جماعه البطاطس هتبقى غاليه.
يعني نتمنى يبقى في متابعه من الحكومه ومن المواطنين. يا استاذ حسين، هي يعني حضرتك معايا ان احنا السنه دي او المواسم اللي احنا فيها دي اكتر فتره لقينا فيها ان من وقت للتاني، من شهر للتاني، كل شويه نوع معين او حاجه معينه من الخضار تروح ضربه، وبعدين نسال فلا هتنزل، وبعدين لاقي حاجه تانية طلعت زي ما حاج البصل، الطماطم، البطاطس. انا مع حضرتك، بس انا دلوقتي بقول احنا في وضع استثنائي في العالم كله مش في مصر بس كمان. اولا طبعا الاحداث السياسيه اللي حاصله دي مأثره على النقل ومأثره على الاقتصاد العالمي، وبالتالي في تضخم عالمي وتضخم محلي بيؤدي اساسا لزياده الاسعار. بالاضافه كمان الى تغيرات مناخيه غير معتاده، يعني شفنا طبعا ارتفاع درجات حراره اعلى من المعدل الطبيعي بكثير جدا. ارتفاع درجات الحراره ده بيخلي نفسه النبات ما بيقعدش في ميعاده او العد بتاعه يبقى قليل، فال يعني المنتج النهائي بتاعه بيبقى قليل، فالانتاج بيقل، وارتفاع درجات الحراره بيخلي الناس تستخدم الخضروات بطريقه كبيره وتقبل عليها، وبالتالي الطلب بيبقى كتير. فاحنا في طلب زياده وعرض قليل في بعض الخضروات هو اللي ادى لزياده الاسعار. لكن لما نيجي على ناحيه ثانيه، احنا قلنا طبعا البصل هيرخص. البصل رخص ليه؟ لان البصل كان فيه السنه اللي فاتت كان فيه ازمه في الانتاج في الدول زي الهند والصين، فما صدروش بصل، فاحنا اللي كنا بنصدر بصل، فالبصل رفع عندنا. قلت لهم البصل هيرخص لما لان الناس هتكبر على الزراعه، وبالفعل النهارده البصل اسعاره معقوله جدا، بل يمكن اقل من سعر التكلفه. البطاطس بكام دلوقتي في سعرها؟ البطاطس النهارده في سؤال التجزئه من 20 ل 25 جنيه البطاطس، والطماطم من 30 ل 35 جنيه، ودول يعني الاثنين احنا كنا متوقعين ارتفاع اسعارهم. لكن انا بطمن كل الناس اللي بتسمعنا، احنا على اوائل شهر 11 وبالتدريج هتبدا الانخفاضات لغايه ما نوصل للسعر الطبيعي، لان العروه الشتويه بتبقى اكثر والطلب بيبقى على الخضروات اقل شويه. فاحنا متوقعين ان في ناس يا استاذ حسين بتشتكي برضو من ارتفاع اسعار الخضره كلها، يعني ده الناس بقى بتيجي تشتريها بالعود. يعني هو الخضره بالذات طبعا كان ارتفاع درجه الحراره اثرت على الانتاجيه بطريقه كبيره جدا، لان الخضره ده طبعا سريعه التعصب بدرجات الحراره، المساحات بتاعتها بتبقى قليله جدا، لان احنا بنزرع الشبت والبقدونس والحاجات دي تبقى كميات قليله، اسعارها كانت منخفضه جدا في الاعوام السابقه وفي كانت بقى فالناس ما كانتش بتقبل على زراعتها. طبعا احنا طبعا بدات الناس تزرع من شهر 9 الخضروات الورقيه، ولا هي انخفض انخفاض كبير، شهر بالكثير هتلاقيها رجعت زي زمان ان شاء الله. بشكرك استاذ حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين. ويعني احنا في عوامل كتير مش حاجه واحده بس نقدر نقولها ان هي اللي بتتحكم في اسعار الخضار او الفاكهه، واولها وعلى راسها وقبل اي حاجه طبعا الاحوال الجويه وتغير المناخ اللي اكيد ما بقاش زي زمان، ما نقدرش نقارن حاجه بقى بيأثر على المحصول او على الزرعه وبيبوظ يعني نسبه كبيره او عدد كبير منها، بيبقى فيه فاقد بسبب سوء الاحوال الجويه، وبالتالي بيبقى فيه تاثير على الاسعار. لكن بشكل عام احنا بنحاول يعني بشكل مستمر وبشكل دوري نقول لكم الاسعار في سوق الجمله ايه، وطبعا في عند تجار التجزئه بتبقى ايه، عشان نقدر نتابع الاسباب وما يكونش في استغلال، نبقى عارفين هتتراجع للمستوى بتاعها مره تانية امتى او في خلال قد ايه. نروح لوزاره التربيه والتعليم، وانا عارفه ان موضوع المواد والهيكله بتاعت منظومه التربيه والتعليم مره تانية دي عامله قلق عند الناس، ولغايه دلوقتي في ناس حاسه بحاله من التخبط او عدم الفهم ليه اللي بيحصل دلوقتي، وهل ده لصالح الولاد ولا لا، او صالح الدراسه ولا لا اللي بيحصل. وانا كل ما بتابع طبعا الاراء او ردود الافعال مع تصريحات وزير التربيه والتعليم عشان اشوف الناس بتقول ايه، فالناس ما بين مؤيد وما بين طبعا يعني معارض، او انا لسه مش فاهم. طبعا تقييم اي تجربه عمره ما يبقى من قبل ما التجربه تتطبق، يعني انا النهارده عندي تجربه لما تتطبق على ارض الواقع اقدر احكم اذا كانت التجربه دي ناجحه او لا.
ان انت تاخد نموذج من بلد تانية او ليها تجربة في التعليم، تاخد منها اللي يناسبك، بحط خط تحت اللي يناسبك اللي انت تقدر تطبقه بشكل او تهندله بشكل يناسب الظروف بتاعتك وتاريخك وحضرتك والطلبة بتاعتك والامكانيات المتاحة ليك، تاخدش الحاجة وتطبقها زي ما هي. دي حاجة جميلة وحاجة محترمة، انا يعني مع جدا ان احنا نستفيد من خبرات دول تانية، لكن يكون في يعني توائم او توازن بين امكانيات هنا وامكانيات هنا عشان اقدر اخد التجربه واطبقها عندي اطلع منها في الاخر باستفاده. وزير التربيه والتعليم اتكلم في تصريحات عن فكره او تفسير هيكله المنظومه مره تانية هي ايه. اتكلم عن مشاكل المرحله الثانويه، لان طبعا المخرج في الاخر لما بيوصل الولاد عند الناتج بتاع ثانويه عامه بكم المواد اللي هم بياخدوها، نسبه التحصيل اللي بيحصلوها، اعتمادهم على الدروس الخصوصيه، عدم مروحهم للمدرسه، يعني دي نسبه 10 او 20% اذا كانت موجوده هم بس اللي بيروحوا المدرسه، ازاي ارجع الطالب مره تانيه للمدرسه؟ ازاي اخلي المدرس يرجع يشتغل في المدرسه ما يبقاش اعتماده على الدروس الخصوصيه؟ ازاي اشجع فصول التقويه او مجموعات التقويه اللي كانت موجوده زمان وكان ليها كمان تاثير؟ وازاي عدد الساعات، يعني النهارده لما الولد او البنت في ثانويه عامه الطالب ياخد 15 ماده ياخد 10 مواد، وبعدين عدد الساعات اللي بيدرس فيها المواد دي قد ايه؟ مفيش نسبه وتناسب، هيلحق امتى يخلص ده عشان يمتحن فيه وايه النتيجه اللي هو طلع بيها؟ فهي دي الفكرة أو الفلسفة، تقليص عدد المواد، توزيعها بشكل عادل على المرحلة الثانوية، دمج بعض المواد اللي هي زي العلوم المتكاملة مع بعض عشان في الآخر عدد الساعات تكون متسقة مع عدد المواد اللي بيدرسها الطالب فيكون فيه مخرج في الآخر. دي الفلسفة ببساطة اللي وضحها وزير التربية والتعليم مع الحرص أو العمل على أني أشوف العجز في المدرسين ومشاكل المدرسين عشان أسد الفراغ أو العجز اللي موجود في المدارس، مع أني أرجع الطالب مرة تانية وخصوصا في مرحلة ثانوي للحضور في المدرسة. أعتقد لو الأمور دي يعني تم العمل عليها أو تطبيقها زي ما الأخبار بتقول أو تصريحات بتقول نلاقي نتيجة إن شاء الله، وأي تجربة تحتمل الصواب أو الخطأ أو التعديل لكن بعد تطبيقها أكيد. طيب نكمل معاكم ونروح لخبر تاني من وزارة العمل، واللي بتقول ان في 950 فرصة عمل لشباب القاهرة بالتعاون مع مبادرة بداية. احنا اتكلمنا على المبادرة دي وانا يعني متوسمة في المبادرة دي خير ان شاء الله، اللي في الهدفها في الاول والاخر هي العمل على الانسان، اني اشتغل عليه، التنمية البشرية هي دي القيمة أو الثروة اللي عندي اللي أنا مفروض أن أنا أشتغل عليها. ومن الحاجات الجميلة والمحترمة في المبادرة دي أن مش مؤسسة واحدة أو وزارة واحدة اللي بتشتغل عليها، لكن عشان يبقى عندي إنسان متكامل أنا عندي وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، كل الوزارات بتشتغل مجتمعة من خلال المبادرة دي أو داخل المبادرة دي عشان يكون عندي في الآخر إنسان متكامل أقدر أن أنا فعلا أنمي قدراته وأطور مهاراته وهيئه لسوق العمل، فينفع نفسه أكيد وينفع بلده. كمان قال أن الوزير العمل قال أن الإدارات المركزية المعنية والمديريات بتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة فيما يخص توفير فرص عمل، وقال إن في 950 فرصة عمل لشباب الخريجين بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص للجنسين من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها. ويعني أتمنى إن شاء الله نشوف على أرض الواقع بقى موضوع البطالة والخريجين اللي بيطلعوا مش لاقيين شغل. كل ما بطور مهاراتهم وخليهم مستعدين وقادرين يشوفوا ويواكبوا سوق العمل محتاج ايه، هو ده اللي احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه. فزي ما بقول لكم اقولها تاني وتالت، انا متوسمه في المبادره دي خير ان شاء الله يكون ليها نتائج. طيب في خبر بس انوه عنه عشان المناطق اللي هيبقى فيها انقطاع على المياه، انقطاع المياه يوم السبت عن 11 منطقه بالقاهره لتغيير محابس الطلمبات. في 11 منطقة يوم السبت هتنقطع عنهم المية، هقولهم برضو لحضراتكم.
شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت عن 11 منطقة، هي شارع الشيخ صالح الجعفري، مستشفى القاهرة الفاطمية، شارع المنصورية حتى اسم الجمالية، معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة، قطاع الدراسة، شارع صلاح سالم للأمن المركزي، دار الإفتاء ومشيخة الأزهر، شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين، كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي، ومنطقة منشية الناصر. دي المناطق اللي أعلنت عنها شركة المياه لتغيير محاب السحب وطرد طلمبات روافع الدراسة. طيب أنا بقول بس تاني، هكرر إن ده يوم السبت، انقطاع المياه عن المناطق دي هيبقى يوم السبت، عشان بس الناس تعمل حسابها، تخلي عندك مياه اللي انت هتحتاجها، فيعني اعملوا حسابكم. الحقيقة النهاردة دي كانت أخبارنا، النهاردة هيبقى عندنا فقرة مهمة جدا جدا، وأنا بدعو حضراتكم يعني إن احنا نركز فيها وتبقى مفيدة ليكم. طبعا يعني النهاردة هتنورنا وتشرفنا أستاذة الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة، وهنتكلم كلام كتير عن أحدث الأبحاث الخاصة بالأورام وعلاج الأورام. كل يوم في جديد، وكل يوم في أبحاث علمية، وكل يوم في أمل جديد. إيه آخر الأبحاث اللي ممكن تكلمنا عنها النهاردة دكتور نادية، وتدي أمل في بكرة لمرضى الأورام؟ نتكلم في تفاصيل أكتر بعد الفاصل.